وقع صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين مع سعادة السيد ضمير الحسن شاه سكرتير عام وزارة الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية على اتفاقية تعاون دفاعي مشترك بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. وبهذه المناسبة أعرب صاحب المعالي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية والتي من شأنها زيادة أواصر التعاون العسكري المشترك وتقوية السبل الكفيلة بدعمه وتعزيزه. وأشاد معاليه بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة والتي تشهد على الدوام تطورا وتقدما في مختلف المجالات. حضر توقيع الاتفاقية سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع واللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة واللواء الركن عبد الله حسن النعيمي القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات.